ازاي اتبلورت فكره الفيلم الجديد وليه فكرت في الفيلم ده، خاصه انه مش اول واحد في سلسله من الافلام؟ ايوه بالظبط، هو انا عملت 3 افلام. هو الحقيقه طبعا اللي بيعشق الكاميرا دي ما يقدرش يبعد عنها بصراحه، رغم اني مهندس وبعدت عن الدراما شويه، لكن حبي وشغفي للكاميرا والادوات اللي اقدر اعبر بيها فاتجهت الى الافلام الديكومنتري الوثائقية. عملت مجموعة من الأفلام، منها السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد سيد المرسلين اللي هو هنشوف منه جزء إن شاء الله بإذن الله قريب عن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، بنشوفه في احتفالية في الأوبرا في مكتبة اسكندرية. الفيلم الثالث المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. جينا على طريق الهجرة، الحقيقة بقيت شغوف جدا بحتة الدراما، لأن الموضوع لما تناولناه كفكرة يعني خط النقاط اللي اتحرك فيها سيدنا النبي خلال 15 يوم لما خرج من بيته وجاب سيدنا أبو بكر واتحركوا للهجرة، الأماكن كلها اللي مر عليها مشيا على الأقدام أو بالناقة كلها توقفنا عندها وصورناها في المملكة العربية السعودية ما بين مكة والمدينة، بالاستشهاد من بعض العلماء هناك اللي أقروا ده بالسيرة النبوية، وكذلك وافقت عليها كمان الأزهر الشريف هنا كخط درامي للتسلسل الواقعي للسيرة النبوية خلال الهجرة. طيب ده تناول أنا خدته من الجانب العلمي الجيولوجي، الأماكن بالظبط وتوقعها، وطبعا دلوقتي ساعدتنا الجيولوجيا والتكنولوجي في الجي بي اس والحاجات دي والطيارات، كل ده استعنا بيه خلال الرحلة دي. لقيت الموضوع هيبقى جاف جدا علميا، يعني لدرجة ان في بعض جيولوجيين زي الدكتور زهير نواب هناك وعندنا في مصر الدكتور زكريا الهيميهي والدكتور عبد اللطيف الكردي، دول من علماء الجيولوجيا في مصر هنا، أقروا أن سبحان الله حضرتك لما تشوفي مثلا خط الهجرة بتاع الرسول كده عليه الصلاة والسلام ويفصل البحر الأحمر نفس سلسلة الجبال جيولوجيا، يعني مثلا عندك حادثة سراقة اللي هو بيجري ورا الرسول عليه الصلاة والسلام عشان يتابعه ويلحق بيه وياخد الميق ناقة يكسبهم، لو القصة طب معروفة طب. فالمعجزة الرسول أنها غرز الحصان ونزل نفس الأرضية دي أو النوعية دي من الناحية الجيولوجية، يعني هي عندنا هنا قريبة جدا في منطقة أبشوي في جنب بحيرة قارون، نفس العروق بتاعت طبعا جانب جيولوجي بحت علم. أنا قلت يعني هتبقى المسألة جامدة قوي، فخدنا الخط الدرامي بقى إزاي؟ حاجة بقى اللي هي طلعت لنا اللي هي الديكو دراما، الدراما الوثائقية، بنعمل مشاهد تمثيلية متعلقة بالفويس أوفر بالتعليق الصوتي، ولكن بأصوات مين بقى؟ سميرة عبد العزيز الفنانة الكبيرة، الأستاذ خالد الذهبي، الأستاذ أشرف عبد الغفور، حنان مطاوع، مفيد عاشور، مجموعة من الأصوات الجميلة بتعبر عن السكريبت كاملا، وبعد كده سلمت المهمة بقى للإخراج لأن أنا الفكرة بتاعتي، وعشان أبقى شايف كله فجاء معتز الكاتب آر دايركتور بقى مخرج العمل، منفذ المخرج المنفذ أحمد مجدي ومعيد في الإعلام، كانت تجربة جديدة بالنسبة له. معانا ديكور الكعبة مثلا مش هنقدر نصورها كده، فمدينة الإنتاج موجود كعبة هتشوف الفيلم، انا عامل ميكينج كده للموضوع، هنشوف شايفين لقطات موجوده معانا على الهواء والله ايوه، فاحنا شايفين اللقطات ما شاء الله حصلت، ده مشهد معمول عن ابي جهل لما ابتدى يحارب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي دي لقطات من الفيلم ايوه.